Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. On va avoir une séance de lecture. Voilà, texte. Les questions d'elle avant la lecture. J'observe et je découvre. Très bien. J'observe les images. إذا المشترك ما بين هذه الصويرات هو وجود العلم الوطني هنا 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 بيان سيغ الوغ هنا العلم الوطني في السماء هنايا واحد الناس في الشارع ربما في شي احتفال كيبان هنايا بحال شي رايات صغيورين إذا شي احتفال هذا هازين العلم الوطني هنا هادو سيغتانمون مشجعين ديال الكرة ربما شي رياضة أخرى فوالا هنا مؤسسة مدرسة فوق منها المدخل ديالها فوق من المدخل ديالها العلم الوطني Très bien. Alors, je relève le titre et les références du texte. Et aussi, le masdar texte. Voilà le titre. Rouge et vert. Rouge en rouge. Ou le vert en vert. Très bien, ça c'est le titre. Alors, voilà la première réponse. Le titre du texte, c'est rouge et vert. On dit donc que les références du texte, c'est maintenant Nice. داخله في هذا بلوطو هذا ماشي جوج وانما ماشي واحد وانما جوج فوالا لي ريفيرونس دو تيكست انسبيري دان ارتيكل دو نبيل مولين ريفي زمان موا 2014 هذه راه فيها ثلاثه ديال المعلومات اننا هذا اللي كتب هذا التيكست هذا اعتمد على شي تيكست اخر كتبو نبيل مولين الوغ انسبيري دو دان ارتيكل دو نبيل مولين اذا هو بحال استوحى منه هاد القصيده هذه ومنشوره في مجله زمان في العدد ديال مارس 2014 لي ريفيرونس دو تيكست انسبيري دان ارتيكل دو نبيل مولين يعني بحال هاد التكست اللي كتب هاد التكست هذا اعتمد على التكست واحد اخر ديال نبيل مولين واستوحى منه هاد القصيده هذه تري بيان منشوره في مجله زمان غوفي زمان في مارس 2014 La dernière question, Andna, j'essaie de deviner de quoi il s'agit dans ce texte. Alors, il va parler, ou bien le texte, il s'agit d'un texte autour. Du drapeau national, un texte qui est le l'alem l'ouatani. Très bien, il s'agit d'un texte autour du drapeau national. Voilà, il s'agit d'un texte autour du drapeau national. L'amri est à l'arbre, un texte qui est dans l'alem l'ouatani. Alors, on croit un texte là-dedans, on cherche un chouïa. Rouge hiver. Rouge hiver. Tu flottes au-dessus du portail de mon école. Tu ornes les rues de ma ville un jour de fête. Tu es agité par des supporters dans un stade de foot. Tu es rouge frappé d'une étoile verte. Tu es le symbole de tout un peuple. Tu es le drapeau de mon pays. Pourquoi une étoile à cinq branches? Il rappelle les cinq piliers de l'islam. Il rappelle les cinq prières. Il rappelle les cinq doigts de la Fatim Zahra. Très bien. Alors, tu flottes. Il y a l'alam yurafrif. Fi, au-dessus, fauqa, madkhal, madrasa. Wa, tu zayin, qui est à l'alam nit, l'azikka, diel l'mdina dieli, fi yaoumi al-Eid. Wa, tu rafrif, fi, yani, fi aidi, ou la, Voilà, في أيدي المشجعين في ملعب ديال كرة القدم. Tu rouge frappé d'une étoile verte. أنت كيهضر مع العالم أحمر وتتوسطه نجمة خضراء. Il est le symbole de tout un peuple. Tu es, إذا أنت الرمز ديال شعب بأكمله. Tu es le drapeau de mon pays. أنت العالم ديال البلاد ديالي. Pourquoi Une étoile à cinq branches. Elle est
نجمعهم مسيح يعني عندها خمسة الرؤوس الغابيل لي سانك بيلي دو الاسلام هذه كتذكر بخمسه الاركان ديال الاسلام كتذكر بخمسه الصلوات الغابيل لي سانك بريير كتذكر بلي سانك دوا دو لاله فاطمه الزهراء اذا هي الخميسه لامان دو لاله فاطمه الزهراء هي الخميسه الخميسه واحد اليد ها اللي كانت الاباء ديالنا والاجداد ديالنا في القديم كيتبركوا بها وكيتفائلوا بها وكيعتقدوا بانها كتحمي من العين ولا من شي حسد او لا شي حاجه بحال هكا اذا كانوا كيتفائلوا بها ماشي كاع المساله كتوصل كاع الى درجه الايمان ولكن غير فقط كيتفائلوا بها اذا حتى النجمه الخماسيه كيتفائلوا بها في هذا المسار حتى هي وفي هذا الملحه Voilà. Alors pendant la lecture, Andna, je comprends. J'écoute la lecture du professeur. Je vérifie mon hypothèse. Radin tsannat l'qira'a ديال الاستاذ ونحاول نتاكد من صحه الفرضيه ديالي اللي قلت انا شنو هي هذه الفرضيه اللي قلنا حنايا قلنا بان فاش قالوا لنا هنايا جيساي دو ديفيني غادي نحاول انا نتخيل علاش غادي يتكلم هذا التكست نحاول ندير واحد الفرضيه نخمن ندير غير واحد التخمين جيساي دو ديفيني هي ندير واحد التخمين تري بيان اذا نتاكد دابا واش داك التخمين ديالي من بعد القراءه نتاكد واش التخمين ديالي كان في محله حنا قلنا في ديك انه فوالا il s'agit d'un texte ربما غادي يكون واحد التكست كيتكلم على العالم الوطني وي وي كان عندنا الصح في هذا التخمين ديالنا الوغ كيل سون فوالا ومن بعد منها جو لي سيلونسيوزمون لو تكست اي جو ريبون او كيستيون غنقراو هذا التكست هذا سيلونسيوزمون بالنسبه ليك انت خصك تقراه واحد العدد كبير كبير ديال المرات في الدار تقراه مزيان مزيان تحفظو كاع كيل سون لي ليو او لون تخوف لو درابو اذا شنو هي الاماكن لي ليو الاماكن اللي كيمكن نلقاو فيها لو درابو على حسب التكست اذا فوالا هنا au-dessus du portail de mon école فوق مدخل المدرسه les rues tu ornes les rues de ma ville fazika ديال المدينه tu es agité par des supporters dans un stade de foot alors dans un stade de foot اذا ثلاثه د الاماكن فين يمكن نلقاوه على حسب النص ممكن نلقاوه بزاف د الاماكن واحده اخرى الجواب هو هذا les lieux الاماكن où on trouve le drapeau sont الاماكن اللي يمكن نلقاو فيها العالم هي او دوسي دو بورتاي دو ليكول فوق مدخل المدرسه دون لي غو دو لا فيل في ازقه المدينه دون لي ستاد دو فوتبول دون لي ستاد او في ملاعب او في مدرجات الملاعب ديال كره القدم كيل سون لي كولور دو درابو شنو هي الالوان ديال العالم Alors, dans le titre, on a rouge et vert. Ahmar ou khadar. Ou on a dit, tu es rouge, frappé d'une étoile verte. Et donc, les couleurs du drapeau, c'est rouge et vert. Rouge et vert. Les couleurs du drapeau sont rouge et vert. L'alouane dit, l'alam, ahmar ou khadar. Que veut dire l'étoile verte. شنو هي الرمزيه ديال النجمه الخضراء شنو هي المعنى اللي عند هاد المعاني اللي يمكن نجبدوها من اللون ديال النجمه الخضراء والشكل ديالها عندنا هنا هذا السؤال pourquoi une étoile a 5 branches علاش نجمه عندها خمسة ديال الرؤوس الوغ عندنا ثلاثه ديال المعاني هما هادو انها كتذكرنا بخمسه ديال اركان الاسلام بخمسه الصلوات وكتذكرنا بالخميسه الخميسه ها اللي هي بالفرنسي كيقولوا لها لامان دو لالا فاطمه الزهراء ليطوال فيرت رابيل لي 5 بيلي دو الاسلام خمسه الفرائض ديال الاسلام لي 5 بريير الصلوات الخمس لي 5 دوا دو لامان دو لالا فاطمه الزهراء اذا والخميسه Très bien. Maintenant, climat c'est nam shrohen. Tu ornes, yani tu décores. Tu zayin, blarbiya, tu zayin.
دي سوبورتي هما المشجعين اللي كيكونوا كيشجعوا شي فرقه رياضيه. الوغ جو ريكابيتول بحال واحد الخلاصه اللي يمكن نخرجوا بها من هنا. لو درابو اي لو سامبول دو نوتر بيي. لو درابو هو الرمز ديال البلاد ديالنا. نو دوفون واجب علينا لو ريسبكتي نحترموه اي لو سالوي افون دونتري اون كلاس. وكذلك نحييه لو سالوي نديروا التحيه ديال العالم قبل ما ندخلوا للقسم. التحيه ديال العالم هي كنقولوا النشيد الوطني. النشيد الوطني سي تادير ليمن ناسيونال. ليمن ناسيونال. ابري لا ليكتور جو مي فالو. نحاول الان ندير واحد فوالا نجاوب على هذه الاسئله هذه. Je relis le texte en veillant à la bonne prononciation, à la diction correcte des différentes phrases. نقرا مرة أخرى التكست مع نرد البال ونرد البال مع la bonne prononciation. نحاول أنني ننطق الفرنسي مزيان وندير واحد القراءة تكون شوية شعرية لهذا التكست هذا. Je demande à mes camarades d'apprécier ma lecture. On طلب من الأصدقاء ديالي يديروا واحد التقدير ديالهم للقراءة ديالي. Je lis à haute voix chaque phrase et je compare ma lecture avec à celle de mes camarades de groupe. نقرا بعض الجمل بعض السطور في داك التكست ونحاول نقارنها بالقراءات ديال الأصدقاء ديالي. داكوغ. Je dis de mémoire les phrases que j'ai retenues. نحاول نقول نعاود نقول غير من راسي واحد الجمل من هذاك التكست يعني نحاول نشوف واش حفظت شي شويه منه نقراهم غير من راسي بلا ما نشوف في الكتاب. Je consolide mes acquis. Je cherche sur internet d'autres textes. نحاول ندير واحد لا ريشيرش في الانترنت نكتب مثلا في جوجل نحاول نكتب في جوجل هاد الجمله هذه لو درابو ماروكان وغادي يعطيني واحد بزاف ديال الخيارات. كاين واحد الخيار تماك اللي ملائم هو اللي كاين في الموقع ديال ويكيبيديا. ويكيبيديا نقرا داك التكست اللي كاين تما ياك داكوغ. ملي غنلقى هذاك التكست جو لو لي غادي نقراه بوي جو لو بريت ا مي كاماراد دو جروب. يمكن نقراه ونعطيه حتى الأصدقاء ديالي في القسم يقراوه. Je participe à la lecture du texte transcrit au tableau par le professeur. والأستاذ ربما غادي يختار واحد التكست من هادو اللي غادي يكون مناسب ملائم بزاف ونحاول نقراه حتى أنا معاهم. Très bien. Alors عندنا هنايا des exercices ديال l'entraînement à l'écriture. Très bien. Voilà. Alors عندنا I minuscule et ماجيسكول وعندنا هنايا السي ايمان اي ال اكري. عندنا جوج كلمات وهي كلمه صغيره كلمه شويه متوسطه وعندنا واحد العباره كاع ال اكري. تري بيان. الوغ لا ليكتور ديال اي راها سهله بزاف. اذا نورمالمون دائما ملي كنبغي انا شحال غادي نطلعوا فيها سطير واحد ما نفوتو شي سطير واحد. فاش كتكتب هاد اي مينيسكول كنبدا كنطلع بيدي خفيفه شويه ها بحال هكا وملي كنهبط ديريكت وكنضغط شويه فوالا وكندير النقيطه داكوغ. اذا نعاودها كنطلع بيدي خفيفه شويه فوالا كنهبط ديريكت وكنضغط فوالا تري بيان. اذا كنطلع بيدي خفيفه شويه فوالا كنهبط مره واحده ديريكت وكنضغط داكوغ فوالا. الوغ اي ماجيسكول راه فيها ثلاثه الا شفتو تقريبا كتشبه الكتابه ديال الجي. دائما ملي كنطلع بيدي خفيفه هكا شويه ولكن دابا غادي نهبط مستقيم وكنضغط شويه حتى كنقرب وكندورها واحد شويه حتى كنقرب عاد كنديرها شويه دايره. دابا غادي ندور فوالا هكا بيدي خفيفه وانا نعاود. اذا نطلع شويه خفيف نمشي هكا شويه نهبط مستقيم ونضغط شويه حتى نقرب وندورها فوالا ندير هكا. تري بيان. ايسي فوالا حتى هي كلها غنكتبوها في ان انترليني. نطلع خفيف نهبط مره واحده ونضغط شويه سي. اذا دابا غنبدا من هنا وغنهبط خفيف فوالا دابا نطلع خفيف فوالا ونهبط مره واحده ونضغط شويه فوالا. اذا نعاودها كنطلع خفيف كنهبط مره واحده مستقيم ونضغط
دابا غندورها كخفيف فوالا ونطلع بإي ونهبط ونضغط فوالا هكا باش نتعلم نكتب شوية مزيان. إذا إيمان فوالا ها فوالا ام نطلع خفيف نهبط نضغط نطلع خفيف ملي نهبط نضغط شويه نطلع خفيف ملي نهبط نضغط شويه ا ملي كنطلع بحال هكا خفيف دابا نضغط شويه هنا خفيف عاود ثاني نجي حتى لهنا ونهبط مره واحده نطلع خفيف نضغط نطلع خفيف نضغط او حتى هي نضغط هنايا فوالا ال اكري اذا فيها هاد اي ها هي فوالا اها دوار فوالا ال نطلع خفيف ولكن هنا انا هبط مستقيم ونضغط فوالا ها هي تري بيان او نطلع خفيف هنا غادي نضغط لاكسون السين نبدا من هنا خفيف نطلع خفيف هنايا اغ فوالا ما ندوش ان نتغلين نطير واحد نهبط هنايا نضغط اي نطلع خفيف نضغط لو بوين نطلع خفيف بفتي وغنهبط مره واحده مستقيم ونضغط تي كنطلعوا فيها فقط جوج ديال السطوره داكوغ. الوغ سي لا فان دو سيت سيونس كنتمنى لكم الاستفاده صادقا كنتمنى لكم الاستفاده اجتهدوا مزيان مزيان قراو مزيان اوفوار.